طيب تعالى شوف برضو، انا موضوع كلمت حضراتكم عنه امبارح مستفز قوي. يقول لك كاس العرجاني. ايه كاس العرجاني دي؟ انا اسمع كاس مصر مش عارف ايه كاس العرجاني. ايه مين العرجاني؟ مين العرجاني اللي عامل شركه وعامل مافيا وعامل قوات وميليشيات؟ مين العرجاني اللي قتل ضباط وجنود مصريين في سيناء قبل كده واتقبض عليه واتحكم عليه وطلعوه البشوات عشان يستخدموه يبقى قائد ميليشيا زي حميدتي في السودان؟ دلوقتي يا سيدي بيعمل كاس العرجاني في ملاعب النادي الاهلي. شوف معايا المشهد ده على طريقه جمال مبارك، وشوف التويته اللي كتبها موسى بيقول لك ايه. فكرني بشوبير في دوره الحزب الوطني الرمضانيه في بترو سبورت لما كان بيقول لك جمال مبارك حبيب الملايين، بس الدور ده قايم بيه الكابتن سيد عبد الحفيظ واقف قدام عيد. ده عيل يا سيد، عيل. ده انت كنت كباتن الاهلي بيقفوا قدامك حاطين وشهم في الارض. سيد عبد الحفيظ واقف قدام الواد عصام ابن العرجاني يقول له حضرتك ولا الحاج، وبعدين قال له انت اللي هتعمل الضربه، يعني حضرتك هتعمل ضربه النهايه. حضرتك مين يا سيد؟ حضرتك ده ابوه عنده ميليشيا وقاتل جنود في الشرطه المصريه. حضرتك ده بيتاجر في المخدرات وطارت زنبيه تشهد عليهم. اللي واقف تقول له حضرتك ده عامل شركه عشان ياخد اتاوات من الفلسطينيه وهم طالعين من غزه، بيدخل مليون دولار في اليوم من دم الناس. وسيد عبد الحفيظ واقف جنبه زي يقول له حضرتك. شوفوا معايا المشهد. العرجاني اسم كبير جدا، اسم كبير وله معاني. ان شاء الرحمن باذن الله ايا كان الشركه اللي هتفوز بيه او الفريق اللي هيفوز بيه ان شاء الرحمن يبقى يستحقه بالتاكيد. لكن على واحد بقى اليوم اللي يرفع الكاس يبقى مفاجاه من عند حضرتك بقى، تشوف لنا مين اللي ممكن يجي حاجه ولا حضرتك مش عارف. نخليها مفاجاه. فنخليها مفاجاه. طيب. بس ده وعد منك باذن الله. ده وعد منك ان شاء الله. يبقى ضربه البدايه انت هتعملها ان شاء الله، هتعملها. والنهايه باذن الله اللي يرفع الكاس او هيسلم الجوائز باذن الله يبقى الحاج وحضرتك باذن الله تعالى. اكيد يا كابتن. طيب. الحاج او حضرتك. والله العظيم حاجة تحزن يا كابتن سيد. أنت مدير كورة في النادي الأهلي وكنت لعيب كبير وراجل يعني ليك كلمة. آخرتها تقف قدام عصام ابن إبراهيم العرجاني بتاع الميليشيا تقول له حضرتك يعني أنا مكسوف لك سلف يا سيد عبد الحفيظ. أه صحيح دلوقتي منتخب الضحك. منتخب الضحك ده ترند مصر دلوقتي، منتخب الضحك. ممنوع الضحك يا جماعة. أنا شفت مشاهد من الماتش بصراحة يعني إيه ده؟ أنا شفت معلق في الدقيقة الثالثة 3:30، هم ادوهم 4 دقايق وقت بدل ضايع، الدقيقة 3:30 لما محمد عبد المنعم حط الجون الثاني قال أيوة بقى، أيوة بقى يا جماعة عايزين الجون ده هيخلي الملعب يختلف والأداء هيعلى. ده مين يا جدع أنت؟ أداء في نص دقيقة؟ أنتوا ما بتبطلوش في رمضان، أنتوا برضو شغالين في الصنف في رمضان. منتخب مين وبتاع مين؟ ورينا كده. بص اهو اول حاجه، اول هاشتاج في مصر دلوقتي منتخب الضحك. منتخب الضحك. غزه الان موجوده اهي برضو، غزه هناك اهي، غزه قبل حسام حسن طبعا. غزه لازم تبقى قبل اي حد.